أنت تعرف اليوم واقع حقوق الحريات يعيشوا صعوبات كبيرة، وهذا واقع موجود اليوم. تعرف ملاحقة الصحفيين، تعرف اليوم تضييق الخناق على العمل النقابي، تعرف اليوم مسألة التفرغ وتعرفها موجودة برشا، واليوم فما مسائل كبيرة. ولكن في المقابل نجد تعثرات كبيرة في تقدم المنوال في تحسين الوضع. أنا كنت نجم نقول فما حاجة ضرورية لو شفنا نتائج إيجابية على مستوى التنمية، على مستوى النمو، على مستوى الحريات، على مستوى الفلاحة. اليوم نحن نعيش شكل من أشكال الفوضى، نقولها الفوضى وغياب الأهداف وغياب الرؤية لدى السلطة ولدى الأفراد، وكل واحد مش عارف. اليوم هذا الفضاء اللي اجتمعنا فيه اليوم ربما نجده موضوعيا ونجده منطقيا ومبررا في وضع خطة عمل مشتركة بين المنظمات والجمعيات من أجل تطوير المشهد الاجتماعي والمشهد الثقافي والمشهد الاقتصادي في القيروان، ثم كذلك مشهد الحريات. اليوم من حقنا أن نتناول موضوع الحريات، نحكي على منشور 57 اللي من خلالكم أنت نحب نتوجه بتحيتي ولكل عائلة خليفة القاسمي واللي تعرفوه يقبع في السجون، يعني فصل فوالا. اليوم شنو الموجود؟ اليوم مش من حقنا زاد اليوم بعد عشرية وبعد 15 سنة باش نبدو نرجع للصمت ونرجع إلى الاستكانة. نحن لن نقبل هذه الاستكانة ولا نقبل هذا الصمت، فلنتحرك ونتحرك بروح الواحد، بروح الفريق، بروح التابلوت بور اللي تعرفنا ونمشيين بالكرهب اليوم باش نوصل تحقيق أهدافنا وخلية أهداف واضحة. هذا اليوم نحب نقوله لكم، نقوله فعلا نحن في القيروان سنعمل معا باشتراك مرجي. عندي دعوة في الاتحاد ربما تكون موجودين بحدنا لتطوير هذا الرأي. هي خطوة تتبعها خطوة أخرى. اليوم ما تشوف برا، شوف السور بلاد العربي شنو صاير، شوف مشهد مؤلم. اليوم أكثر من بسور. اليوم نحكوا على العمل الثقافي المناسباتي يا سي حمزة، نحكوا على العمل الثقافي المناسباتي ونقولوا نعملوا في الثقافة. اليوم البنية التحتية، الطرقات، اليوم المقاطع، اليوم فساد كبير وأشكاليات كبيرة، غياب الروح التشاركية. السلطة اليوم تسمع وزير جاء وزير خرج وزير كذا، ماذا تحقق؟ هل رأيتم منجزا واحدا في القيروان نثمنه ونقول أننا فعلا تقدمنا بشيء مثل هذا؟ ما رينا حتى شيء، كل ما نراه هو تدجين وحملات انتخابية وأشياء ودفاع مجاني. اليوم أن ندافع على مشروع من حقك ندافع عليه، ولكن تقنعني أنك أنت هو صار على الميدان. اليوم ما نراه هو تراجعات على كل المستويات، وعلينا كمجتمع مدني، كمنظمات، كجمعيات، التحرك للدفاع عن القيروان والدفاع على تونس في الأصل. اليوم اللقاء هذا برمجناه هو لقاء حواري ما بين مكونات المجتمع المدني بالقيروان من جمعيات ومن أعضاء منظمات، حبيناها تكون مصافحة أولى ما بين النسيج الجمعياتي على مستوى الولاية القيروان، خاصة في ظل الوضع الحالي، واللي احنا نسكن نعرفوا اللي احنا أوضاعنا متردية للأسف الشديد على مستوى جهوي، سواء في القطاعات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، تراجع على مستوى منوال التنمية. وإحنا نعرفوا أن الجمعيات لابد أنها تكون وتخضع، معناها تكون بالدورة متاحة في هذا السياق، ويكون فما يعني قوة اقتراح وقوة دعم في سبيل تغيير الوضع اللي عايشينه على مستوى الجهة. حرصنا اليوم أن يكون حضور لمختلف مكونات المجتمع المدني على مستوى الجهة، هذه مصافحة أولى معهم في إطار برنامجنا. باش تكون هناك لقاءات أخرى على اعتبار أنه بالضرورة هناك تقاطع للنزالات معهم، سواء فيما يتعلق بال يعني الجمعيات اللي تعمل على مستوى التنمية أو الجمعيات التي تعمل على مستوى الحقوق والحريات. بالتالي حبينا اليوم نسمع الناس الكل. المحاور اللي يتمحور عليها اللقاء هذايا باش تكون هي في إطار تشخيص الوضع الحالي، تشخيص الوضع الراهن، باش نحكيو على الصعوبات، نحكيو على الرهانات، نحكيو على التحديات الموجودة، وفيما بعد باش نخرجوا بمخرجات أو توصيات في إطار العمل المستقبلي ما بين جميع الأطراف. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة